السلام عليكم، معكم يوسف بوغالب، أصل ديالي مغربي، كبرت بلجيكا، لي طلعت 19 عام طلعت من تايلاند، دابا أنا عندي 30 سنة، من تماك أنا دابا بليزيوغ فوا شامبيون دو موند، السبت اللي فات في بروكسل لعبت ما ديفونس دو تيتر مونديال، دونك سافيزا لا كاتخيام فوا كنت شامبيون دو موند دبليو بي سي، جو سي أوسي لاكتوال شامبيون دو موند إي بي إف، إي إس كا إي دبليو كا إم، دونك بريسادامون جي أوسي إي أوفيرون 15 à 16 ceintures mondiales, donc en plus de cela, je suis fier de dédier cette victoire au roi du Maroc, Mohamed VI, à ma patrie, au Cheb et à tout le monde.